الوضع الجغرافي الاستقلالي لهذا البلد الذي تفصله مياه الخليج عن اليابسة من الشمال والشرق والغرب، ومرفعا بحريا استراتيجيا من الناحيتين السياسية والاقتصادية بالنسبة الى الدول البحرية فيما بعد، ومركزا محوريا في منطقة الخليج العربي. وفي 3 حلقات تلفزيونية نبثها الليلة وغدا وبعد غد في مثل هذا الوقت، نحاول ان نلقي الضوء على القديم من المواقع والمدن والقرى القطرية التي التصقت بالبحر وتفاعلت مع خيره وشره. تلكم هي ذخيرة تقع في شمال قطر وتبعد عن الدوحة عاصمة البلاد حوالي 50 كيلومترا، بينها وبين المدينة القطرية الثانية الخور 8 كيلومترات. ندخل الذخيرة في صبيحة يوم الأحد 22 من الشهر 8 من عام 1982 للميلاد، نتعرف على بعض سكانها ونصور بأفلام تسجيلية قديمها وحديثها. خلنا نسأل عبد الرحمن المطوع. سالم. سالم ليش؟ مبارك. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. ويحفظك الله. تظهر الأخ محمد. نعم. والأخ يوسف. أنتم اثنين إخوة توأم. يعني ما بعضكم توأم بطن واحد؟ لا، كلنا في بطن واحد. من اللي حول الأول منكم؟ هذا حول. محمد ولا من أكبر؟ والأخ من فضلك؟ علي. علي محمد. علي محمد احمد الحسن. حياك الله يا اخي، انت شاعر الخيره. ها؟ انت شاعر الخيره. لا والله انا بعد من تبع البحر غوص. اول حياتي الغوص، بعدين شركه كبيره. انت على المكتب. نعم. اخوان جميعا يجون يجلسون هنا كل يوم. نعم، كل يوم يجون يجلسون هنا. ايش المناسبه طيب؟ يعني ما بعد الفراغ ما عندهم مشاهير عن شيء، يقعدون مع بعض قاعدين قهوة وكذا وسوالف. أنا بسأل الوالد لأن أول واحد شفته هو يوم أسألك قبل إحنا نركب الكاميرا تنزلك هنا، جوابك كان جوابي يا سيد حقرا سو حق سير ويا يشوف الدنيا. ايه؟ يشوف العرب ساير ياي. ايه؟ متوسطين إحنا في البلاد. إيه؟ ها؟ زين حق سير ويا يشوف العرب. الحين على يمنانا الذخيرة القديمة. ايه. وعلى يسرانا الذخيرة الجديدة. الذخيرة الجديدة نعم. زين، وأول حياتك في البحر؟ من أول حياتي الحين كلها البحر. للحين؟ أولها الغوص. ايه. ومن عقبها هذا حرف صار وما صار، ومن عقبها حتى في لنش. قمت أروح البحر لنش. وبعدين بعد دوابي ما دوابي وحداق ولاش وهذا وكذا. ايه. بعدين البحاحين اللي فيهم خير ما قام يجون. العمانيين هندي ما يسافر. وبعدين الليل اول حياتك في البحر. نعم في البحر. والحين وجاني الشركه. اي شركه؟ شركه بيديكيو.